اهلا بحضراتكم مره اخرى. الشيء بالشيء يذكر، النهارده كمان لاعب عظيم ولاعب كبير في تاريخ كره القدم المصريه عبد الله السعيد اعلن اعتزاله اللعب الدولي. بصراحه مش مع عبد الله قوي لسه، يقدر يدي المنتخب مصر ويقدر يقدم مع منتخب مصر، بس لابد من الاشاده بعبد الله السعيد، واحد من افضل اللاعبين اللي موجودين في تاريخ الكره المصريه تحديدا اخر 10 سنوات. هو اللاعب اللي حافظ على مستوى ثابت بين كل لاعبي الكره المصريه، اداء تكتيكي وفني رائع جدا يعرفه كل مدرب اشتغل مع عبد الله السعيد. مفيش مدرب اجنبي او مدرب مصري اشتغل مع عبد الله السعيد الا وقال ده اعظم لاعب تكتيكي في مصر، لاعب ذكي بيلعب بدماغه قبل ما بيلعب برجله. انا شايف ان عبد الله قادر لسه على العطاء، طبعا العمر يتقدم، ولكن هو لاعب مؤثر ولاعب مهم جدا جدا جدا، سواء كان مع بيراميدز او مع منتخب مصر وقبليه طبعا مع النادي الاهلي ومع الاسماعيلي وكل الانديه اللي لعب ليها، اسم كبير واسم محترم. ايضا نزعل على اعتزاله، ولكن هو قراره في الاول وفي الاخر، نحترم هذا القرار ونشيد به دائما. وعبد الله السعيد يا ولد يا ولد يا سعيد يا سعيد يا ولد من تخطي الدور، وعبد الله يا عبد الله عبد الله يا عبد الله يا سعيد يا سعيد يا سعيد جول عبد الله يا سعيد عبد الله يا سعيد، وبالدوري السعيد يضحك والسعيد يسكنها الشباك وسجل شكر عبد الله السعيد.